ايوه. السلام عليكم يا خالتي. وعليكم السلام يا حبيبتي، كنت فين؟ كنت بدور على شغل، بدل ما انا قاعده كده ادي اليومين لا شغله ولا مشغله، وانا عارفه برضو ان المصاريف كتير. يا حبيبتي هو حد كان طلب منك فلوس ولا اشتكى لك؟ خالتي ما انت مش هتفضلي شايلاني كده، انا عارفه اني حمل تقيل. اخس عليكي، معقول تقولي كده؟ ايه يا حبيبتي مالك، انت وشك اصفر كده ليه؟ انت كويسه؟ كويسه يا خالتي كويسه، يظهر بس اني محتاجه اريح شويه. طب يا حبيبتي خشي ريحي لك شويه، ولما تصحي ابقي قولي لي لقيتي شغل ولا لا. ما لقيتش يا خالتي، ما لقيتش، ومش باين لها عدله. انا حتى ما بلاقي شغل هنا اللي بيشوف بطني بيطرقني. يا حبيبتي انت دلوقتي محتاجه للراحه مش للتعب. ربنا يسترها يا خالتي. هيسترها يا حبيبتي ان شاء الله ان شاء الله. يلا يلا خشي عشان تريحي. يلا يا ستي. رغده، ايه يا حبيبتي مالك؟ مالك فيكي ايه؟ رغده ردي عليا. رغده الحمد لله على السلامه يا معلم. منور بيتك يا معلم. يلا يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ اكل ماله بارد كده ليه؟ بس الاكل محطوط من بدري يا معلم، انت اللي جيت متاخر. ما انتوا الاتنين محطوطين جنب الاكل، ما تسخنش ليه؟ وفي حد ياكل كده؟ طب يا اخويا سخنهولك تاني. حاضر. ولا تسخني ولا تنيلي، جاتكم نيله نسوان تسد النفس. مش واكل خالص. انت بتتلكك بقى يا معلم. هو ماله يا اختي؟ انت زعلتيه في حاجه؟ وانما ما حصل. امال ماله قلب وش علينا كده ليه؟ طب ما تقومي تشوفيه ماله. سيبيه، بكره لما الشوق يجيبه هتلاقيه لازق تحت رجلي واحده فينا. يا اختي ما نفسي يبقى ليا عيل. ومن سمعك ده انا هموت على العيل. طب بس بقى لا يسمعنا ياخد على خاطره، بعدين انت عارفه دماغه صغيره، هيقعد بقى اسبوعين ثلاثه نصالح فيه. على رايك. كلي وانت ساكته. ناكل احسن. يا دكتور خير؟ انت جوزها؟ لا انا اخوها. المهم طمنا. باذن الله خير. هي عندها ضعف حاد جدا، والجنين كمان في بطنها عنده ضعف حاد. يا جماعه ما بتاكلش ولا ايه؟ دي لازم تغذى كويس جدا. يا دكتور اكتب كل اللي هي محتاجاه، واحنا باذن الله هنتصرف ونجيب. انا كتبت لها كل اللازم. اتفضل.
ربنا يخليك يا دكتور. احنا معلش احنا تعبناك معانا. لا ولا خالد، وصل الدكتور وهات الحاجه دي من الصيدليه وانت جاي. لازم تعدي عليا كمان اسبوعين عشان نطمن ونشوف نبض الجنين بقى كويس ولا لا. حاضر باذن الله. شكرا يا دكتور، تعبناك معانا. ولا يهمك. بقول لك يا عثمان، ما فيش في جيبي غير 50 هتقضي. سيبها لهم وانا هعدي عليهم بالليل. ماشي. شكرا يا دكتور، ربنا يخليك. عثمان. يا ام هنعمل ايه؟ العمل عمل ربنا يا ابني، يعني احنا هنرميها في الشارع؟ انا ما قلتش كده يا امه، بس انت حامل وشكلها مطوله معانا، الحياه كده هتبقى صعبه. يا حبيبي ربك له حكمته وتدابيره، سيبها للي خالقها، هو هيسويها. المهم ان البت واللي في بطنها يكونوا كويسين، دي برضو امانه في رقبتنا. اللي تشوفيه يا امي، خالد هيجيب لكم الدواء ويجي دلوقتي. السلام عليكم. مع السلامه يا ابني. مالك داخل قلب وشك كده ليه؟ اسأل نفسك. واسأل نفسي ليه؟ ما اسألك انت. ما عملتيش اللي اتفقنا عليه بقالك يومين ليه يا سماح؟ اصل الموضوع بصراحة كده مش جاي على هواية. خلاص يبقى ما تطلبيش فلوس تاني. يعني ايه ما اطلبش تاني يا منصور؟ يعني ايه؟ هو انت كنت حاطط دي قدام دي؟ هي محطوطة من الأول، وانت لما كنتش عايزها من الأول ما كنتش تخليني أأكد على الراجل انك هتعمل اللي هو عايزه. انا مش عارفه الراجل ده مسروع عليه على خيمه ايه دي ولا تسوى. يا ست احنا مالنا، مالناش فيه، اربطوا الحمار مطرح ما يقول صاحبه. مش لما يكون صاحبه هيبقى صاحبه زي ما انت صاحبي كده يا صاحبي. مش انت صاحبي؟ بس يا منصوره مش فايقالك. يود انت صاحبي. اه صاحبي. تعال صاحبي صالحني. اصلحك ايه يا منصور؟ انت على طول زعلان. لا بقى على طول يا ابني. تعال يا صاحبي. فين الدفاع بتاعك يا ايوب؟ فندم سيادتك سيد العارفين يا باشا، انا عشان اي محامي يبص في القضيه بتاعتي بس بصه على الاقل عايز له 1000 ولا 2000، وانا سعادتك محبوس هنا عشان عليا فلوس، يبقى هجيب محامي ازاي؟ عموما محضر النيابه في صالحك. يعني ايه يا باشا؟ بيؤكد واقعة الدفاع عن النفس. حكمت المحكمه حضوريا في القضيه رقم 527 على أيوب محمد عبد التواب بالبراءة من التهمة المنسوبة إليه. الحمد لله الحمد لله. أيوة أيوة أيوة. لا بالراحة يا اللي على الباب، مش هنطير. مساء الخير يا عمتي. نعم، أنت جاية هنا بنهي وش ده بدل ما تدخليني وتقولي لي تشربي ايه؟ يا اختي جايباهم منين يا بيت؟ هما ايه دول؟ البجاحة والبرود وقلة الدم. طب دخليني الأول يا عمتي وشربيني حاجة وقولي لي مبروك يا عروسة، بعد كده هزقيني براحتك. مبروك؟ أبارك لك على إيه؟ على جوازتك اللي جت على جثة أمك وعمر أخوك اللي هيروح هدر في حبسته؟ ولا على مرات أخوك اللي أنت رميتيها في الشارع هي واللي في بطنها؟ ولا على جوزك ابن الكلب اللي غواكي وخلاكي تزوري وتسرقي حق اخوكي ومراته؟ قولي لي يا حبيبتي، قولي لي ابارك لك على ايه؟ وانا من الشبشبي ده لشبشبي ده. هو انت شايفاني وحشه قوي كده يا عمتي؟ انا مش شايفاكي اصلا. سماح بنت اخويا ماتت، عمر ما في حد في عيلتنا ولا من دمنا عمل اللي انت عملتيه ده. نعم، عايزه ايه بقى؟ دي مالت دماغك بقى من ناحيتي؟ والله عيب عليك يا عمتي، عيب عليك اما تصدقي مرات ايوب الغريبه وما تسمعيش حتى لا من لحمك ومن دمك. امشي بره يا زباله يا ازبل من شال اسم عيلتنا، بره. طب اقول لك على حاجه، انا اساسا جايه النهارده مخصوص عشان اطيب خاطر رغده بكلمتين، عشان تعرفي بس ان مصارين البطن بتتعالج. ورغده يا حبيبتي لا عايزه تشوف وشك ولا عايزه تسمع منك كلام. استني يا خالتي استني. سيبيها اما نشوف جايه تقولي لمرات ايوب الغريبه. انا برضو بنت اصول، ما بقفلش بابي في وش حد. اتفضلي يا اختي
ارمي الكلمتين اللي في عيبك على انفراد. معلش يا عمتي يعني متأخذنيش، انا عايزه ابقى معاها براحتي يعني. بعد اذنك بس هناخدها على جنب نتكلم كلمتين اذا ما كانش يضايقك. ماشي، اما نشوف اخرتها معاكي. خشي يا اختي انت وهي هنا، خشي يا اختي. احمد ربنا على البراءة دي يا ايوب، انت مش ناقص قضايا فوق دماغك. حمده يا باشا، حمده من غير اي حاجة، كل اللي يجيبه ربنا خير. انت اغرب بني ادم انا شفته في حياتي يا ايوب. ليه بس يا باشا؟ يعني برغم كل المصايب اللي فوق دماغك، واقف وصلب طولك ولسه بتحمد ربنا على كل شيء. واحد تاني غيرك كان كفر ولا طلع عن شعوره. وهيفيد بيه بقى يا باشا؟ تخسر ربنا كمان وانا قاعد فاضل لي غيره اتسند عليه بصلاه ولا بدعاء؟ كل حاجه راحت يا باشا، مبقاش فاضل لنا غير ربنا. مش بقول لك غريب، زمان ابويا يا باشا كان الله يرحمه كان دايما يقول لي مهما دايت بيك مش هتلاقي غير ربك هو اللي يحس بيك. اوعى تفتكر اما فلان ولا فلان يقف معاك ويساعدك ان هو بيعمل كده من دماغه، لا، ده ربك هو اللي بيزقه بيزقهم عشان يساعدوك، بيزرع جواهم خير، من غيره ولا كانوا هيعبروك. الله يرحمه. الله يرحمه يا باشا، الله يرحمه. حتى النظرة اللي في عينك دي يا باشا ربك هو اللي زقك عشان تبصها لي. شكلي صعبت عليك، يمكن ده يهون عليا الايام اللي فاضله هنا. عشان كده بقى يا باشا بحمد ربنا على كل حاجه. الحمد لله. الحمد لله. لو عوزت اي حاجه ايوب قول لي اي حاجه، ما تتكسفش. وربنا معاك بقى في الكام قضيه بتاع وصلات الامانه دول. يا رب. شكرا يا باشا، ربنا يكرمك. ماشي، روح ايوب. شكرا، شكرا يا باشا. لو انت هتفضلي تلفي وتدوري كده كتير، ما تقولي انت عايزه ايه يا سماح؟ وانتوا مالكم كلكم واخديني على الحامي كده ليه بس؟ بصي يا رغده، انا ما قعدت افكر في اللي كان بيجرى بيني وبينك زمان، لقيت ان ده كان شيطان ما بيننا وخلاص راح لحاله. وايوب ربنا يتولاه، وزي ما هو اخويا انت برضه اختي وعايزه مصلحتك. اختك؟ والله كتر خيرك يا اختي، ما تتريقيش عليا واسمعي مني واشتري للاخر. سامعاك اهو. انت هتتحملي تعيشي العشر سنين الجايين بحالك ده؟ شفتي بقى، شفتي بقى ان انا قلبي عليكي وبفكر فيكي، وعشان كده بقى انا جيت لك النهارده عشان عارفه انك مش هتتحملي. اما انت دلوقتي بطولك ومش قادره تعيشي، ما بالك بقى بعد كام شهر لما اللي في بطنك ده يطلع بره ويفتح بقه بالطلبات؟ ساعتها بقى هتكفيه منين؟ ما تخلصي يا سماح، ما تخلصي وتقولي انت عايزه ايه من الاخر؟ عايزه كل خير. حسن الوحش جايلك وراكع وعايزك في الحلال. حلال؟ حلال يا بنت الحرام يا واطشه يا زباله؟ في ايه يا عمتي؟ يا بنت الزباله امك شكلها بتتخان. وسع يا عثمان، يا عثمان، يا عثمان، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي. ايه اللي حصل؟ يا عم 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 يا عم. يلا يا عم انت وزوع عجلة. ايه؟ ما تتنحش يابا. حصل ده كله؟ فوق.
بنت سماح أموحة أنت بنت عايز إيه؟ سلام قال من رب الرحيم مين عامل في وشك كده يا بنت؟ أنت داخل تهزر يا أخويا ولا على بالك؟ عملت الحسلي في العسلية ودخل بتهزر لي كمان؟ مين اللي عمل فيك كده يا بنت؟ هتجيب لي حق يا منصور؟ من مين؟ عمتي صباح. مين؟ عمتي صباح. يا نهار ازرق الولاد دي اللي عامل فيك كده؟ يا نهار ازرق ده انت وشك محتاج لحام. انت كمان بتهزر وانا دمي بيغلي قدامك؟ وانت عندك دم يا موحة؟ عملت لي ايه عشان تعمل فيك كده؟ ابدا سمعتني وانا بكلم البنت راغده في موضوع حسن الوحش كان يوم اسود يوم ما مشيت ورا شرطك وانت مشيت ورا شرطي كده بلوشي ما انت عشان تاخدي لك قرشين ولسه هاخدهم على فكره لا ما انت خدتيهم في وشك اهم خلاص ما شاء الله وعشان بوظتي المصلحه مالكيش فلوس عندي قلت لها ايه الولاد عشان تعمل كده قلت لها ان حسن الوحش رايده في الحلال وان من مصلحتها انها تتطلق من ايوب وتتجوزه يا برميل الغباوه انا قلت لامك تعملي كده انا قلت لك تروحي تجيبيها واحنا هنتدحلب عليها واحده واحده على الطلاق منك لو كنت معاهم كنت كملت عليك ضرب اعمل ايه بقى ما اللي حصل حصل خلاص بس المهم عندي دلوقتي اللي انت لازم تجيب لي حق يا منصور هتجيب حق مراتك ولا مش هتجيبه لا انا ماليش دعوه ربنا كبير يجيب لك حقك بقى ربنا ياخدني يا منصور يا رب خدك القرف لقيت امي قيامتك يا بعيد حسين معلش بص عندك كده بس يعني لو كان اي اكتيفيتي عملها العميل عندك عارف يا حسين ان انا بقول اي كلام معلش اسمع كلامي انا مفيش في ايدي حاجه اعملها تاني غير كده حسين انا غرقان وبتعلق بقشاية ابوس ايدك اسمع كلامي شوفوا كلمني سلام سلام يا فندم لا والله يا فندم لسه ما وصلتش لحاجه بس بدور يعني انا بدور بس زي ما تقول كده سعادتك عامل زي اللي بيدور على ابره في كوم قش لا والله يا فندم لا 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 هم يومين بس مهله يومين وانا هتصرف وعد وعد ان شاء الله مع السلامه طمني يا مايكل مفيش جديد؟ انا لابس في حيطه طب وبعدين؟ الحكايه لو فضلت كده هتوسع تخش في تحقيق ونيابه وقصه كبيره بقول لك ايه يا هشام ابوس ايدك انا مش ناقص ومش محتاج اعرف اللي هيحصل مايكل والله انا ما اقصد انا بس كنت عايز ان انا اساعد انا اسف انا اسف يا هشام بس صدقني بامانه انا على اخر يعني مش مستحمل انا اسف ولا يهمك انا عايز اساعدك بس مش عارف ازاي هي شكلها باظت كده خلاص واضح كده ان اللعنه اللي ماسكه ايوب بدات تخبط في اللي بيقفوا معاه جريها يا منى ما تفكها كده بكره تفرج ربنا يكرم طب سيجاره حلوه منا اهي عشان تبقى عربون محبه
مشربوش والله يا ريس. تشكر. طب وماله؟ كل حاجة بيبقى ليها بداية. ولع ولع. بص انت تولع سجارة وتنفخ كده تطلع القلق اللي جواك مع نفس السجارة. يا ريتها كانت تنفع والله يا عمنا، كلها محصلة بعضها. أنا سامع طرطيش كلام كده عن اللي أنت فيه، بس بالأمانة الله يكون في عونك. طب خد بقى ولع السيجارة دي. شكرا والله يا ريس، ماليش فيه والله، كتر خيرك. شكرا. خلاص مشوقك. الحقنا يا باشا الحقنا. في ايه؟ مسجون واقع من طوله وقاطع النفس. اني مسجون؟ ايوب يا باشا. اطلب لي الاسعاف بسرعه يا ابني بسرعه. Thank you.
يما استغفر الله العظيم يا رب. اشتغلي بقى يا ست المكن. ابص صواميلك صامولة صامولة اشتغلي. هي المكنة بس المكان كله عايز صيانة وإلا خلاص هنعطل. وربنا كانت شغالة وزي الفل يا عثمان. المكنة دي واخدة عين يا عم. واخدة عين ايه بس؟ يا ما قلت لك افهم المكنة اللي انت شغال عليها عشان تقدرك وتديك. عشان تقدرني وتديني؟ تصدق انا اقتنعت يا عثمان؟ ان شاء الله يوم الاجازة الجمعة الجاية اخد المكنة واطلع بيها على كوبري عباس افسحها شوية. المكنة جدع من ساعة ما جت الورشة وما خرجتش، محتاجة شوية طراوة. نجيب لها حلابسة بقى ولا دورة مشوي. هزر هزر اصلها ناقصة. يا عم نهزر ولا هزار بفلوس؟ مش احسن ما دماغنا الطرشة؟ ما تشتغلي بقى يا عم. وسع وسع وسع. ايه يا دكتورة طمني؟ سخنة ولا ايه؟ عشان تبقى تتريق براحتك يا اخويا. المكنة زعلت من كلامي يا عثمان؟ انت هتحرقني بعينيك ولا ايه يا عثمان؟ الملف اللي لسه لافينه اتحرق طار كده. الموتور كله لازم يتغير. هيتكلف قد ايه ده بقى؟ كتير. ها دي بقى وقت خالص كده يا عثمان مننا. طب نقفل الورشه ونفتح ايه طيب؟ نحط ترابيزه بينج وبلياردو بره الورشه؟ خرب بيت امك ناقصاكي هي. ايه ياما؟ اسماء لسه ما رجعتش؟ هي قالت لي انها هتتاخر شويه عشان عندها واحده صاحبتها هتتجوز قريب، فهينزلوا سوا يشتروا شويه حاجات للفرح. عقبالها هي اخرى يا رب. الله في ايه يا عثمان؟ هو انتوا اتنقرتوا تاني ولا ايه؟ لا ياما ولا اتنقرنا ولا حاجه. مفيش حاجه مفيش حاجه. هي رغبه ما جاتش تاكل معانا. حلفت عليها تيجي تاكل قالت لي ملهاش نفس، بس مش مشكله كمان شوية هأكلها بالعافية. بس ما تتوهنيش في الكلام. مالك يا ودي خالد؟ عمالة بتضيق قوي يا أما. لا بكرة تفرج يا ابني بإذن الله. هتفرج إزاي؟ والمكنة اللي بايظة هناك في الورشة دي هتقص من اللي بيخش لنا قد كده. مكنة إيه يا واد اللي باظت؟ مفيش يا أما مفيش مفيش. حاجة بسيطة وأنا هتصرف. ما تبسطهاش يا عثمان عشان هي مش بسيطة. وبعدين كده كتير قوي يا أما. وطبعا كلها يومين وهتطلبي فلوس عشان الشملوله اللي جوه اللي في بطنها محتاج مصاريف كده ما يرضيش ربنا. بس يا واد اخرس وطي صوتك. اوطي صوتي ازاي يا اما؟ مش هوطي صوتي انت هتخلونا طاقه ولا هوطي صوتي في بيتنا؟ يا ابني يا ابني قلت لك هتصرف مالكش دعوه. يا عثمان هتتصرف ازاي وانت عارف اللي فيها؟ هتضرب الارض تطلع فلوس؟ ما انت عارف ان المكنه دي عايزه فلوس قد كده عشان تصلحها يا عم الساحر. يلا يا عم الساحر. لا في ايه يا ابني؟ والبنايه دخلها ايه باللي بيحصل ده؟ ياما احنا بطولنا ومشينا بالعافية، ما بالك بقى باللي جوه دي واللي في بطنها لما تشيلهم فوق دماغنا. هيحصل لنا ايه ياما؟ هنغرز، هنغرز أكتر ما احنا غارزين. كان حقك تخليها تروح مع مرات أخوها. بقول لك إيه؟ أنت تخرس خالص، البت دي صاحبة بيت، وإذا مش عاجبك هطردك أنت بره، وتفضل بقى طرقنا دلوقتي.